اهلا بكم. هبدا باحسن حاجه من الاخبار اللي الناس بسرعه جابوها لي، وكل الفريق ابدا بهذا الخبر. غانا واوغندا يتعادلان، غانا بتصل الى 8 نقاط و اوغندا بتصل 8 نقاط وغانا 6 نقاط، يعني مصر ان شاء الله بكره في استاد برج العرب بتفوز على اوغندا بتصل الى كأس العالم. بكره ان شاء الله كل دعوات المصريين، مصر تفوز على الكونغو بكره نصل الى كأس العالم فين؟ في روسيا. يبقى كل الدعوات وكل الاماني الطيبه وكل الامنيات الطيبه وكل الروح المتفائله نقول هنفوز بكره على اوغندا الكونغو، ونقول تحيا مصر ونفرح.